عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بعد المتابعة والحفظ الكريم اللي حظى على المركز الأول اللي هو مغادر هزاع بن غدير العامري، هو من يحصد المركز الأول مع الشوط الذي مضى وقطع مسافة السباق في زمن وغدر دقيقتين وثمان. شكرا يا بن غدير على هذه المشاركة. يبدو أن أيضا هزاع بن غدير بن الحرشي إذا صح هذا وبن خير، نعم العامري نعم، هو من يحظى على الفوز والناموس والانتصار. ينطلق شوطنا العاشر مع ايضا هذه الاسماء ومع هذه الشعارات والحفل الكريم. مقدمه الشوط المركز الاول بلقى شاهين سعيد بن سالم بن راشد الدرعي على مقدمه الشوط، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات تقدم والاروع في هذه اللحظات ما شاء الله حامل رقم 44، يبدو ان خالد بن حمدان الشامسي هو من يحظى على المركز الثاني من خلال تواجد الاشعار، ولكن ليس له اسم معنا في كشف البيانات والتسجيل. اعود مع المركز الثالث، شوف التقدم في هذه اللحظات وبهذا الابداع، ولكن خلاص هذا هو اي الله. شكرا على هذا الرقص الجميل على مقدمة الشوط اللي هو شاهين سعيد سالم بن راشد الدرعي، هو من يتقدم في هذه اللحظات وبهذا الابداع، بينما المركز الثاني شوف القدوم في هذه اللحظات مع خالد بن حمدان بن مبارك الشامسي ياتي بدوره في هذه اللحظات ويقدم شاهين المركز الثالث. شوف التقدم وشوف الابداع، الله مع الزرعي يبدو انه وصل على مستوى المركز الثالث في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق المستمر، ولكن بعود مع مقدمة الشوط مع المركز الأول ما شاء الله. الله يا سلام عليك يا الدرعي على هذا الرقص الجميل مع شواهين، نعم شواهين مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق المستمر ما شاء الله على الصدارة على مقدمة الشوط. سعيد بن سالم الراهي الدرعي من يحصد هذا الشوط العاشر مع الأبكار مع شواهين. المركز الثاني عند خالد بن حمدان بن مبارك الشامسي، المركز الثالث قدوم من خلال تواجد بهقي وحميد حميد بن حمد بن راشد الزرعي خذ المركز الثالث اللي هي بهقي. هذه هي نتائجنا اكتملت الى مسامعكم ايها الحفل الكريم مع شوطنا العاشر دقيقتين 11. تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار مع شواهين وسعيد بن سالم بن راشد الدرعي، له التحيه على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، وشكرا يا ابو طحنون على هذه المشاركه.